السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد في القناة ديالكم عبد الرزاق بوزيد برود. اليوم ان شاء الله غادي ناكد لكم بان الناس اللي ربحوا في المسابقة ديال 10 دولار والماوس ديال الجيمين والانترو والبانر انهم توصلوا بالجوائز ديالهم، واخا مول الانترو ما تواصلش معايا. المهم مرة اخرى ان شاء الله تعطلت باش ندير هذا الفيديو حيت السيد اللي غنصيفط ليه الماوس ديال الجيمين تعطلت باش نصيفطها ليه حيت ما كانش عندي الوقت. راكم عارفين مع الصباح خاصك تمشي باش تشد النوبه وهادي، وانا خدام في ديك الوقيته حتى لواحد النهار مشيت مع الصباح نقضي واحد الغرض ومشيت صيفطها ليه. المهم راه غنوريكم الفيديوهات اللي صيفطوا ليه بانهم توصلوا بداك الشيء ديالهم، وتسناو مسابقه اخرى تكون في الاخر ديال الفيديو وباش تعرفوا الشروط ديالها ان شاء الله. نخليكم مع الفيديوهات ومن بعد نقول لكم المسابقه شنو هي. هي السلام عليكم خوتي وصحاب، معكم ياسين وفيديو جديد. هديه الرشين ديالي الا كنتي انت ولا انت تفرجتي في اللايف اللي كان هذه 3 ايام بلي انا هو الفائز رقم واحد اللي ربحت 10 دولار من عند خويا عبد الرزاق. كنشكرك بزاف، وهذا هو اثبات السحب خويا، كنشكرك بزاف. السلام عليكم، انا هو ايمن الغريب اللي ربحت الماوس جيمر في المسابقه ديال عبد الرزاق البوزيدي. كنشكر عبد الرزاق بزاف 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 حيت صيفط لي الماوس. المهم الخوت كيف ما شفتوا بان السيد اللي ربح 10 دولار توصل بها، واللي ربح الماوس ديال الجيمين راه توصل بها، والسيد اللي ربح الانترو ما تواصلش معايا، واللي ربح البانر واللوغو راه صيفطهم ليه. نقدر ناكد لكم داكشي في الكومونتيرات. اما بالنسبه للمسابقه الجايه ان شاء الله، دابا وصلنا 2738 ابوني، ان شاء الله نوصلوا ل 5000 ابوني. غندير لكم مسابقه ديال 30 دولار، الاول غيربح 20 والثاني غيربح 10 دولار. المهم نوصلوا 5000 ابوني ان شاء الله من هنا لرمضان، وملي غادي نوصل 5000 ابوني غادي ندير لكم واحد الفيديو صغير تحفيزي ولا شي حاجه بحال هكا، وتعلقوا ليا فيه ونعاود عاوتاني ندير اللايف ونعلن على الفائزين. هذا ما كان، ما تنساوش ابوني لاشين، تفعلوا زر الجرس وتسناو فيديوهات جداد ان شاء الله. ورمضان غادي ندير فيه واحد السلسله زوين اللي غتعجب الناس وغادي تفيد الناس ان شاء الله. هذا ما كان، تهلاو في راسكم، ما تنساوش ابوني، تفعلوا زر الجرس وتبارطاجيو هذا الفيديو مع اصحابكم الى فادكم. المهم الى عجبكم بارطاجيو مع الناس، بارطاجيو مع الناس اللي عزيز عليهم شي حاجه بحال هكا، الانبوكسين، الفلوغات، المهم اي حاجه زوينه في لاشين ديالي بارطاجيوها مع الناس، وقول لهم يدخلوا عندي اللي عجباتهم لاشين يديروا ابوني. تهلاو في راسكم، كان معكم عبد الرزاق بوزيد، تهلاو في راسكم.